يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة مليئة بالأخبار المهمة على الصعيد المحلي واستعدادات كمان منتخبنا الوطني لمباراة اليوم الهامة جدا جدا أمام منتخب الجابون في ثاني جولات تصفيات المونديال 2022 بقطر بإذن الله تعالى. كسبنا المباراة الأولى بفوز غير مقنع على أنجولا، إن شاء الله نتمنى إن احنا نشوف المنتخب في مظهر مختلف، والأهم في كل الأحوال هي نتيجة المباراة والثلاث نقاط في هذا المشوار الهام والصعب بكل تأكيد. وطموح الشعب المصري كله هو تكرار إنجاز الوصول لكأس العالم بإذن الله تعالى. كمان عندنا أخبار تتعلق بالنادي الأهلي وتفاصيل كتير بتخص النادي بشكل عام، وبالتحديد كمان فرقه الرياضية وبعض المواقف المهمة جدا اللي دايما بيتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في اتجاه أي حد بيتجاوز في حق نادينا الحبيب النادي الأهلي، فبالتالي هي حلقة غاية في الأهمية. لكن مهم كمان أن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو خاص بمباراة اليوم ما بين منتخبنا الوطني أمام الجابون هناك في الجابون. توقعاتكم لنتيجة المباراة إيه؟ عارف أن الناس مش مبسوطة شوية بالمنتخب، لكن خلينا شوية يكون عندنا بعض التفاؤل أن احنا بإذن الله بإذن الله نرجع بثلاث نقاط عشان نقطع شوط مميز في مشوار التأهل بإذن الله تعالى. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، قرارات مهمة لمجلس إدارة الأهلي، وفي الترند المحلي المنتخب يواجه الجابون في مشوار التأهل لمونديال 2022، موفقين بإذن الله. لسه مع المنتخب كمان صلاح وشريف يقودان هجوم الفراعنة. طيب بما اننا بنتكلم عن مباراه مصر والجابون، فبالتالي النهارده في عدد من المباريات المهمه حول العالم في اطار التصفيات المؤهله لمونديال 2022، فانا هقول لحضراتكم ابرز واهم المباريات. فخلينا نبتدي بالتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. النهارده اتلعبت مباراه وحيده حتى الان، كانت الساعه 3 ما بين رواندا وكينيا، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. الساعه 6 توجو مع ناميبيا، والساعة 9 المباراة المهمة جدا بالنسبة لنا مباراة الجابون مع مصر إن شاء الله الساعة 9 بالليل. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق يكون حليف منتخبنا الوطني المصري. بالمناسبة مباراة أنجولا وليبيا هي تهمنا جدا، فمعادها إمتى؟ هتكون بعد بكرة اللي هو يوم الثلاث، هتكون الساعة 9 بالليل هناك في أنجولا. ليبيا عندها ثلاث نقاط بعد ما فازت على الجابون في ملعب ليبيا، فبالتالي مباراة مهمة جدا كمان لأنجولا بعد ما خسرت مصر هنا في القاهرة بنتيجة 1-0، فميعاد هذه المباراة هيكون يوم الثلاثاء الساعة 9 بالليل. ده فيما يتعلق بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. أما بخصوص أبرز التصفيات الأوروبية أو أبرز التصفيات اللي بتتعلق بالقارة الأوروبية والمؤهلة أيضا لمونديال 2022، فالنهارده انجلترا هتلعب مع أندورا الساعة 6 مساء، مباراة سهلة نسبيا لإنجلترا. اسبانيا مع جورجيا الساعة 9 الا ربع، المانيا مع ارمينيا الساعة 9 الا ربع ايضا، وفي نفس التوقيت مباراتين تانيين ما بين سويسرا وايطاليا وبلجيكا والتشيك، كل دي مباريات هتكون في تمام الساعة 9 الا ربع، فيما عدا مباراة انجلترا واندورا دي هتكون في تمام الساعة 6 مساء. تصفيات امريكا الجنوبية لكأس العالم، اهم مباراة في الحقيقة مباراة البرازيل والارجنتين، وهي مباراة ثائرية جدا للمنتخب البرازيلي بعد ما خسر على ملعبه في الماريكانا بنتيجة 1-0 بهدف دي ماريا امام الارجنتين في نهائي الكوبا، فبالتالي مباراة مهمة جدا وهي ايضا في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. دي هتكون الساعة 9 في نفس توقيت مباراة مصر، اكيد يهمنا ماتش مصر اكتر. الاكوادور هتلعب مع تشيلي الساعة 11، وأوروجواي مع بوليفيا 12 صباحا، وباراجواي مع كولومبيا في نفس التوقيت. دي ابرز واهم المباريات في مختلف القارات، وهي مباريات كلها هامه في اطار مشوار التاهل لكاس العالم. يا رب مصر تكون موفقه وباذن الله نكرر انجاز التاهل لكاس العالم، وما يبقاش كل فتره نوصل للمونديال، لا عايزين يبقى كل بطوله نكون متواجدين فيها، لان اسم مصر اسم كبير جدا جدا، ونعوض الشعب المصري على الغيابات الكثيره جدا اللي كانت على اكبر بطوله في العالم وهي كاس العالم.
طيب الأخبار والتفاصيل كلها هتكون معانا بعد الفاصل، مواضيع مهمة جدا سواء في إطار مباراة اليوم ما بين مصر والجابون أو كمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي وبعض المواقف والقرارات الهامة. التفاصيل كلها هتكون بعد الفاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة يعني امبارح احنا كنا اتكلمنا في موضوع أحد الإعلاميين و التعبير الغريب جدا جدا اللي قاله، والغريب على الشعب المصري مش على بس النادي الاهلي ولا جمهوره، واللي هو تجاوز فيه في حق وجهه نظري انا في حق الدوله، لان مصر معروف دايما بمبدا الاعتدال والوسطيه اللي احنا معروفين بيها دايما في العالم كمصريين، قبل ما يكون تجاوز في حق النادي الاهلي. هو احد الاعلاميين وانا مش عايز اتكلم عليه تاني، امبارح اتكلمنا على الموضوع بتفاصيل كتير وادينا له يعني ادينا له وقت من حلقتنا بشكل واضح عشان نوضح الحقائق للجمهور دايما، لان زي ما قلت لحضراتكم البعض بيحاول كده ايه يلعب في التاريخ او يحاول يغير الحقائق، فدورنا ان احنا دايما نبقى مع حضراتكم لحظه بلحظه في اي كلام غير حقيقي او اي تجاوز في حق النادي الاهلي، فنكون معاكم على طول ونوضح لكم كل الامور. فانا مش هتكلم عنه بشكل اكبر من كده، لكن بما ان امبارح كان في قرار خاص بالنادي الاهلي تم الاعلان عنه من خلال خبر مهم، وهو ان مجلس الاداره يناقش توصيه اللجنه القانونيه بشان توصيف احد الاعلاميين النادي وجماهيره بالنازيين. فبالتالي احنا مستمرين بما ان كمان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات وانا بكلمكم، واكيد هيخرج من خلاله بعض القرارات اللي هامه في هذا الموضوع، ومجرد ما القرارات دي هتخرج فهنعلنها لحضراتكم بشكل مباشر في اي لحظه يعني. فبالتالي الكلام هيكون مهم والقرارات هتكون اهم، وان شاء الله باذن الله دايما زي ما احنا متعودين مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيدافع عن حقوق النادي الاهلي وعن حقوق جماهيره بشكل معروف جدا في الحقيقه عنهم يعني. وبما ان زي ما احنا عارفين ان التكرار بيعلم ايه؟ التكرار بيعلم ايه؟ بيعلم الشطار. ايوه بيعلم الشطار. فبالتالي خلينا ناخد زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي واللي متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره علشان يقول لنا على كل الاجواء وكل الكواليس اللي بتحصل النهارده في مقر النادي بخصوص بعض الاحداث الهامه وبخصوص هذا الموضوع الهام جدا جدا بالنسبه للجماهير وفي اللحظات اللي بيقام فيها اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير، والشكر موصول ايضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كيمو، طمنا على اخر الكواليس. انا بالتحديد عايز اطمن من خلالك في البدايه عن اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، وانا كنت بقول ايه؟ بقول ان احنا امبارح اتكلمنا في الموضوع ده بتوضيح كبير جدا وبحقائق كتير جدا موثقه بشكل واضح لكل الجماهير، لكن كنت بقول قبل ما تدخل معايا الهواء على طول ان التكرار بيعلم الشطار، فاحنا عايزين نعرف من خلالك كده ايه الامور وايه الكواليس ماشيه ازاي بخصوص اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم واللي بصدد الاعلان عن بعض القرارات الهامه اللي بتدافع عن حقوق النادي الاهلي. يا كريم حطينا في الصوره لحظه بلحظه كده، احنا كلنا سامعينك ومعاك، اتفضل. في البداية طبعا زميلي أمير أقدر أقولك في البداية يبقى ويظل الأهلي فوق الجميع، هنفضل نقول الكلمة دي لأن احنا عارفين الكلمة دي ومعناها كويس جدا، وعارفين أن الأهلي فوق الجميع فوق جميع أبنائه، الكلمة ما بتفسر بأمور تانية، ده أمر مش حابين نتكلم عليه، لكن كل أعضاء النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي مجلس إدارة عارفين قيمة وأهمية الكلمة دي، وده سبب نجاح كبير جدا من نجاح النادي الأهلي أن الأهلي فوق الجميع، فهنظل نردد هذه المقولة مهما كان ومهما حدث خلال الأيام القادمة وخلال المرحلة القادمة. احنا متواجدين يا أمير طبعا كالعادة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة واجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء المجلس. النهارده يمكن هنشوف قرارات ضد عدد من المتجاوزين في حق النادي الاهلي الحقيقه الفتره اللي فاتت، يعني مش ممكن نقول فرد او اثنين، لا في عدد من المتجاوزين الحقيقه الفتره اللي فاتت في حق النادي الاهلي وفي قيمته، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، النادي الاهلي نادي الوطنيه، النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي قيمته اكبر من اي شيء، الناس بس يعني لما بنتكلم على النادي الاهلي الامور بتكون صعبه شويه والامور بتكون مفهومه بشكل كبير جدا، لكن مجلس اداره النادي الاهلي يبقى ويظل مدافع عن حق النادي الاهلي فكل من يجرؤ ان يتجاوز عليه، وده مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي، وشفنا امير الحقيقه الفتره اللي
فاتت، اي تجاوز بيمس النادي الاهلي يمس جمهوره اعضائه لعيبته بنشوف رد قاسي وقوي جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بنسلك كل الطرق القانونيه وكل الطرق اللي بيكون ليها هدف اخير في الاخر وهو رفع اسم النادي الاهلي والحفاظ على قيمه النادي الاهلي. فاحنا الحقيقه متواجدين في مقر الاهلي بالجزيره منتظرين القرارات لمجلس اداره النادي الاهلي، في قرارات اكيد هتكون عديده بشان المتجاوزين وغيرهم كمان، لان انت عارف يا امير احنا ما بنبصش على هذا الامر بس، لان احنا عندنا امور عديده، عندنا لسه حفله بتقام طبعا وبيتم التحضير ليها لابطالنا، بطوله الدوري، الكاس، السوبر، ثالث عالم، اثنين بطوله افريقيا، كل الامور النادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير جدا، عندنا انشاءات، عندنا امور عديده. لكن اما بيكون في وقت النادي الاهلي لابد يكون في قرار ويكون في اجتماع ويكون في قرارات حاسمه، ده اللي احنا بننتظره وبتطمن الحقيقه جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اعضاء النادي الاهلي بتطمن بشكل كبير جدا. يمكن الحقيقه القرار اللي انت ذكرته امير امس اللي يمكن تواجد على طبعا على موقع رسمي للنادي الاهلي ده يمكن هدى شويه بعض الناس اللي كانت زعلانه وغضبانه شويه، لان النادي الاهلي بياخد حقه امتى وعارف النادي الاهلي ياخد حقه امتى. فاحنا ان شاء الله باذن الله واثقين ثقه عمياء الحقيقه في مجلس اداره النادي الاهلي، لان يا كريم بصراحه التجاوز كان بشكل واضح جدا في حق النادي الاهلي، يعني تجاوز صريح، يعني مفيش حتى تلميح ولا حتى مثلا ايه الامور اللي احنا بنبقى عارفينها دي، لا هو الراجل بيتكلم بصراحه كده، فلازم يبقى في موقف تجاهه ولازم يبقى في موقف من بعض المؤسسات الاخرى كمان في اعتقادي الشخصي، لكن الاهلي اكيد بيعرف برضو يجيب حقه في مثل هذه الامور. يعني بالتاكيد يا امير طبعا، يمكن زي ما انت ذكرت هو يمكن الكلام كان موجه هو بعلنيه، يمكن كل الناس شافت هذا الامر، لكن هننتظر طبعا قرار مجلس اداره النادي الاهلي اللي باكد في كل مره ان شاء الله ثقتنا الكبيره جدا في القامات اللي متواجده طبعا في مجلس الاداره، القامات القانونيه اللي متواجده، المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي، امور عديده جدا ان شاء الله باذن الله تناقش في هذا الاجتماع. وعايز كمان اذكر لك يا امير نقطه مهمه جدا، في الاجتماع شغال وفي وجود الاجتماع لكن النادي الاهلي ومجلس ادارته لن ينسى ابطال النادي الاهلي في كره اليد، وده امر مهم جدا حابين نتكلم عليه ونعرف كل جمهور النادي الاهلي. لعيبه طبعا كره اليد طبعا اللي بارك لهم على البطوله الافريقيه، وصولهم مجرد ان هم وصلوا النهارده كان في احتفال وتكريم لابطال كره اليد بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، حاجه بسيطه جدا لكن مردودها بيكون كبير جدا مع اللاعبين، مردودها بيكون كبير جدا مع اعضاء طبعا الجهاز الفني، الكل بيكون متواجد، بتحقق بتلاقي مقابل وبتلاقي دعم وبتلاقي مسانده. عشان كده بقول لك زميلي امير مجلس اداره النادي الاهلي شغال في كل الاتجاهات، انشاءات رياضيه، سفريات، بطولات، امور عديده جدا النادي الاهلي الحقيقه مركز فيها بشكل كبير جدا. لكن يبقى الاهم النهارده زميلي امير هو انتظار قرار مجلس اداره النادي الاهلي في المتجاوزين في حق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله ثقتنا تكون كالعاده في مجلس الاداره الكبير برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان تكون قرارات حاسمه، قرارات مرضيه لاعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. متى ابتدى الاجتماع يا كريم لمجلس اداره النادي الاهلي، ومن المتوقع ان هو ينتهي امتى طبقا لمتابعتك يعني وتواجدك داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره؟ يعني نقدر نقول زميلي امير 3 عصرا يمكن بدا الاجتماع ساعه، وبعد كده المجلس طلع على طول لتكريم فريق اليد، ويمكن دخل كمان لاستكمال بقى المجلس ومناقشه باقي الملفات، يعني نقدر نقول يعني ممكن يطول شويه الاجتماع لفات عديده جدا في مجلس الاداره، لكن احنا منتظرين طبعا القرار، حتى لو صدر القرار مبدئي او القرار في الاول وبعد كده القرارات تيجي بالتوالي، منتظرين بس القرار الخاص بكل المتجاوزين، وتحديدا ان شاء الله باذن الله تكون في خلال الساعات القادمه او الساعه القادمه ان شاء الله باذن الله يكون في قرار لمجلس اداره النادي الاهلي زي ما اكدت لك امير يرضي جمهور واعضاء كل جمهور النادي الاهلي. طيب كريم، فيما يتعلق بتكريم مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب لفريق كره اليد، عايز اعرف ابرز الكلمات اللي قالها الكابتن محمود الخطيب في كلمته في توقيت هذا التكريم تحديدا. يعني في البدايه كابتن محمود طبعا هنى كل اللاعبين وقال لهم طبعا حاجه مهمه جدا، قال لهم انا يمكن وقفت معاكم بعد الهزيمه في المباراه الاولى وقلت لكم تقدروا ان انتوا تاخدوا الكاس كاس مصر، وقدرنا ان احنا ناخد الكاس، وقبل ما يسافروا قلت لكم ان انتوا تقدروا ان انتوا تحققوا البطوله الافريقيه وحققتوا البطوله الافريقيه. ده نقطه مهمه جدا الحقيقه، كابتن محمود قال انا شايف وشوشكم ان انتوا عايزين تحققوا اكتر من كده، اسعاد الجمهور ده مسؤوليه كبيره جدا عليكم، جمهور النادي الاهلي لن يقبل ولا يقبل الا بالبطولات، وعدد كبير من البطولات لا ينتهي. فيمكن الكلام ده كان واصل للعيبه بشكل كبير، وقال لهم انا شايف وشوشكم ان احنا عندنا مباراه خلال الايام القادمه، وهي مباراه القادمه طبعا السوبر، مباراه نادي الزمالك المؤهله لكاس العالم للانديه، مباراه مهمه جدا. الكابتن قال لهم انا شايف ان شاء الله باذن الله ان انتوا تقدروا تحققوا الفوز. كمان النقطه المهمه جدا ان احنا اعمار الفرقه دي يا امير 18 و19 و20 و21 سنه، من زمن كبير جدا ما شفناش فريق كره اليد بالنادي الاهلي في هذا الامر، وفي 12 لاعب
من ابناء النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. عائله الاهلي اما بنتكلم عليها وبنتكلم على ابناء الاعضاء والمتواجدين وعدد كبير من اللاعبين في كل الالعاب، دي بتدينا طمانينه جدا، لان كل واحد عارف قيمه النادي الاهلي وتواجد فيه سنين عديده جدا. اما بتيجي يخش بطوله ويلبس تيشيرت النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه تحديدا، الامر بيكون مختلف جدا. اما بيكون وافد من جديد غير لما يكون لاعب ناشئ من النادي الاهلي وعضو من النادي الاهلي وابن اعضاء النادي الاهلي. فنقط عديده ومهمه جدا حقيقه كابتن محمود الخطيب كانت كلماته مهمه جدا، واللعيبه كمان كلها استقبلتها بشكل كبير. هنا اللعيبه دروع كانت بسيطه جدا وزعها طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره على كل اللعيبه، وقال لهم منتظرين منكم اكتر من كده. وده الحقيقه اللي احنا بنامله ان شاء الله من فريق كره اليد من النادي الاهلي. اربع خمس ايام او اقل من اربع ايام هيكون في مباراه مهمه جدا، بنامل ان شاء الله التركيز اللي شفناه في البطوله الافريقيه، اصرارهم، توليفه المميزه مع كابتن طارق محروس الحقيقه المدير الفني لفريق النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله باذن الله نرفع كاس البطوله ويتواجد النادي الاهلي في بطوله كاس العالم اللي هتقام ان شاء الله في السعوديه خلال الاشهر القادمه باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا متواصلين معاك لحظه بلحظه، لو في اي جديد هتكون معانا على الهواء مباشره عشان يعني نقوله لجمهور النادي الاهلي ويبقوا معانا في المشهد بكل كواليسه. بشكرك يا كريم شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره، وكان مهم ان احنا نتواصل معاه بما انه هو متواجد في النادي فنعرف ايه اخر التطورات. عرفنا كل الكواليس بتتعلق بتكريم فريق كره اليد، الرجاله بصراحه جابوا لنا بطوله افريقيا كاس الكؤوس، فبالتالي حاجه ايجابيه وانجاز كبير جدا. لكن الاهم كمان او من ضمن الامور المهمه يعني هو موضوع اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي عشان نعرف بعض القرارات اللي هتخرج بعد هذا الاجتماع بخصوص تجاوز بعض أو أحد الإعلاميين تحديدا بشكل صارخ وصريح في حق النادي الأهلي. البعض كان دايما امبارح بعد ما اتكلمنا في الحلقة يقول لك يا جماعة معلش اعذروه أصل هو مش فاهم في الكورة، أصل لا طبعا اعذروه إيه، هو مش فاهم في الكورة يبقى ما اتكلمش في الكورة، مش عارف تاريخ الأندية المصرية يبقى ما اتكلمش في تاريخ الأندية المصرية، أو ما يقولش أي حاجة هو مش فاهم فيها. نحترم جدا تخصصه، نحترم جدا الاتجاهات اللي بيتكلم فيها او المجالات اللي بيتكلم فيها تحديدا. يعني انا ما اعرفش والله هو بيتكلم فيها، مش بتابعه اصلا يعني خالص والله العظيم، لكن في كل الاحوال مش عارف حاجه، حاجه مش في تخصصك ما تروحش ناحيتها عشان ما يبقاش الشكل بالنسبه لك وحش. يعني ده امر مهم جدا، هو مش ملم بتاريخ الانديه المصريه بما في تاريخ نادي اللي هو بيشجعه، يعني ليه يكمل احترام والتقدير طبعا نادي الزمالك وكل الانديه المصريه. فبالتالي ده كان امر مهم. هروح لفاصل، بعد الفاصل استنونا لسه عندنا اخبار مهمه جدا بتتعلق بالنادي الاهلي وتحديدا الفريق الاول لكره القدم بالنادي، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. دايما الحديث عن النادي الاهلي ما بينتهيش من خلال وسائل الاعلام المختلفه او حتى على السوشيال ميديا، حتى لو احنا موجودين في فتره توقف دولي، لان ده النادي الاهلي طبيعي الانديه الكبيره دايما الحديث بيكون عنها مستمر. فبالتالي خلينا نرصد اهم وابرز ما قيل عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا. فتعالوا نشوف حساب بطولات على تويتر واللي بيقول بعد انتهاء التصويت اليكم تشكيل فريق الموسم للدوري. انا بصراحه بحب قوي الحاجات اللي بتبقى زي دي، افضل لاعب وافضل تشكيل والكلام من ده، ويا ريت نعملها على المستوى الرسمي زي مثلا ما بنشوف كده في انجلترا مثلا، بيبقى في جائزه افضل لاعب في الموسم بيتعمل لها حفله كبيره من قبل جهات معتمده مع بالتنسيق مع الاتحاد الانجليزي مع رابطه الانديه المحترفه. احنا للاسف عندنا رابطه انديه محترفه ان شاء الله زي ما سمعنا ان ممكن يكون في الموسم الجديد، يعني نسمع الكلام ده كتير بس ما بيتنفس، لكن في كل الاحوال الحاجات اللي زي دي بتبقى جميله. فحساب بطولات قال لك ايه، في سبع لعيبه من الاهلي موجودين في تشكيل الموسم وهم الشناوي، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، أفشة محمد شريف، وعلى دكة البدلاء حسين الشحات وأليو ديانج. لكن في بعض العناصر المميزة الأخرى اللي متواجدة في هذا التشكيل زي الونش طبعا لاعب الزمالك، طارق حامد وزيزو برضو لاعب الزمالك، بن شرقي كمان من اللعيبة المميزة هذا الموسم. واضح أن التشكيل كله ما بين أهلي وزمالك، لكن على الدكة موجود مثلا رامي صبري لاعب إمبي، موجود محمد عبد المنصف طبعا حارس وادي دجلة، مصطفى فتحي وهو في سموحة، احمد ياسر ريان لاعب الاهلي المعار دلوقتي لتركيا وكان معار لسيراميكا، فمحمد عبد الشافي طبعا احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري، فتشكيله جيده في الحقيقه. ده طبقا للتصويت يعني اللي كان على الموقع. خلينا كمان نروح لحساب اليوم السابع، وكلام كتير جدا على اليو ديانج. وانا امبارح وضحت لحضراتكم الصوره بشكل كامل بخصوص ديانج واجاييه والكواليس والامور تبقى ماشيه ازاي والترتيبات وقد ايه الموضوعين مرتبطين ببعض او الاثنين لعيبه يعني مستقبلهم مرتبط ببعض. هنا في اليوم السابع قال لك ايه، جالاتا سراي يرفع عرضه لضم اليو ديانج لستة ملايين يورو قبل غلق القيد الصيفي. فالناس دلوقتي ممكن تقول لك ايه، طب ما هو مش القيد قفل في اوروبا؟ لا، في تركيا هيبقى لغايه يوم 8، لغايه يوم 8
فترة القيد الصيفية مفتوح، باب القيد مفتوح هناك في تركيا. بما ان الكلام كتير على موضوع جلاتا سراي، فلو في تواصل بشكل رسمي اكيد هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي، لكن لعيب بقيمه وجوده ديانج طبيعي هيجي له عروض. قرار النادي الاهلي في الاخر هيكون ايه؟ على حسب الرؤيه الفنيه وعلى حسب المقابل المادي اللي ممكن ياخده النادي الاهلي. لو حاجه كده زي ما بيحلم النادي الاهلي او زي ما بيتمنى النادي الاهلي، يكون رقم يليق باللاعب وامكانياته ما شاء الله عليه وباسم النادي الاهلي، ممكن يكون في تفكير. لكن لو ارقام ضعيفه الاهلي مش هيوافق ابدا ابدا انه يبيع اليو ديانج. ليه بقى؟ لان ببساطه الاهلي مش مزنوق ماديا. يعني الاهلي ما شاء الله الجانب المادي عنده ماشي بشكل ممتاز، وده بسبب ايه؟ بسبب الاداره الجيده في التعامل مع الامور، وبسبب البطولات الكتير اللي فاز بيها النادي الاهلي على مدار السنتين اللي فاتوا. كسبت افريقيا مرتين، وصلت كاس العالم للانديه مرتين، فدول كلها فلوس جايه لك، فبالتالي كلها جوانب كانت مهمه فخلت الميزانيه عند النادي الاهلي مريحه جدا جدا، ما تخلكش ان انت تبقى مستعجل في انك تبيع وتستثمر في لاعب كبير زي ده، خصوصا ان انت هدفك دايما كنادي اهلي انك تكسب البطولات. عشان تكسب البطولات لازم يكون عندك لعيبه بالجوده دي، فلسه الامور ما تمش الاستقرار عليها بشكل نهائي. خلاص كلها ايه النهارده مثلا 5 في الشهر، 3 ايام والموضوع يتحسم رسمي يعني. طيب نروح لخبر اخر، وهو من حساب سبورت 360 على تويتر، وتصريحات لحازم الحديدي وكيل محمد الشناوي. محمد الشناوي ناس كتير طلعت الفتره اللي فاتت وبيأكدوا ان في عرض رسمي للنادي الاهلي لمحمد الشناوي. والله العظيم يا جماعه في اي عرض رسمي جه لمحمد الشناوي من اي حته؟ عرض رسمي، انا بتكلم رسمي، لكن كلام الوكلاء ما اكثر الوكلاء كتير جدا. ممكن حد يعرض الشناوي، هو الشناوي مش محتاج يتعرض على حد، اي نادي يتمنى ان يكون عنده محمد الشناوي يعني. لكن في نفس الوقت الكلام كان كتير بشكل مبالغ فيه. الشناوي مستمر مع النادي الاهلي ومكمل، ومفيش اي نقاش في هذه الجزئيه. ده بناء على ايه بقى؟ خلي بالك، بناء على رغبه اللاعب نفسه في الاستمرار، عايز يعمل مجد ليه مع النادي الاهلي، ورغبه النادي طبعا في استمرار حارس عملاق زي ده. فده فيما يتعلق بموضوع الشناوي. والتاكيد جالك من حازم الحديدي كمان، وكيل افضل حارس في افريقيا او احد افضل الحراس في افريقيا في الوقت الحالي. ده فيما يتعلق ببعض الاخبار. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. طيب الكابتن محمود الخطيب كان ليه النهارده كلمه هامه جدا جدا لابطال نادي الاهلي في كره اليد بعد تتويجهم ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه، واثناء تكريمهم اليوم من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طبعا في البدايه الف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره طويله. مكسب البطولات ده رجالة بيبقى مسؤولية أكبر، لأن أنتوا كده بتقولوا للناس إحنا نقدر، وأنتوا فعلا تقدروا. أنتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانية، وتقدروا تضيفوا كؤوس تانية، وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. أنتوا تقدروا تعملوا كده لناديكم وباسم ناديكم وتاريخه وبإمكانياتكم أنتوا كمجموعة، لأن يعني إمكانياتكم كبيرة جدا وإحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطولة الدوري على جول وإحنا في الملعب، وأنتم تقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث أيام أو أربع أيام، وأنتم عملتوا كده. وقلت لكم مستقبل ليكم، وأنتم فعلا المستقبل ليكم إن شاء الله يعني. بس أنتم بقى ابتديتوها بدري ببطولة قارية كبيرة، علشان كده المسؤولية بقت زيادة عليكم. انتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم، تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تساعدكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب، وانتوا المواهب اللعبة دي، وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفترة اللي جاية دي ازاي يكون البطولة جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجة شيء من يعني القوة تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات بإذن الله تزيد.
لو احنا كمجلس اداره كل زمايلنا في مجلس اداره عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي، علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر وانتوا اهل المسؤوليه دي وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده، فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجه اعتقد مناسبه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت او يعني السنتين اللي ورا بعض دلوقتي، هتكون النسب دي ان شاء الله تبقى افضل بكتير وتبقى لان انتوا تستحقوا ده. انتوا تستحقوا ان احنا يكون المجلس دار النهارده يكون كل المجلس بيتكلم ازاي نقدر نكافئ الاولاد وازاي نقدر نكافئ اللي عددنا. والمكافأة دي مش علشان ده المجلس بيمين، لا ده حقكم. حقكم طول ما احنا ماشيين في سعاد جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لإضافة تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهارده في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا الكابتن طارق كان لعيب زيكم، لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا، كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا وهكذا كل الزملاء الاداريين الموجودين يعني. فيا جماعه تاني الف مبروك، وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن ياسر الرملي عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الاضافه او ما تم خصمه ده يتعاد تاني طالما انتوا على قدر هذه المسؤوليه وبهذه المسؤوليه انتوا اسعدتوا بيها الناس. من كلمه اسعاد الناس دي الناس منتظره انها تساعدوهم اكتر. وعندكم ما هو قادم امر مهم وبطولات مهمه لازم تاخدوها بمنتهى الجديه. منتهى الجديه، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجاله. مهم جدا لان انا النهارده جمهورك بيبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عامله ازاي، مش جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان وانت نفسك كلاعب. احنا كلنا كنا لعيبه زيكم كده، كنا بنقعد برضو مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، ادائك، تركيزك، الناس بتحس بيه، تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت مقصر. وانا اعتقد ان انتوا دلوقتي كده من الوشوش اللي انا شايفها دي كده انتوا عايزين تطلعوا اقصى حاجه عندكم. ده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله. مره تانية الف مبروك. دكتور سعد انت عندك حاجه تانية؟ ماشي. ترتيبكم ايه؟ يعني ترتيبكم ايه للموضوع؟ ودي يا جماعه بس هي حاجه بسيطه ديت بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الإدارة فكروا إزاي يكون في تكريم للمناسبة دي تحتفظوا بيها في بيوتكم إن شاء الله. تاني بنشكركم على أدائكم، بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم، ومنتظرين منكم إن ده يبقى زيادة إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا شباب. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه مهمه جدا النهارده لمنتخبنا الوطني امام منتخب الجابون هناك في الجابون، مباراه يعني غايه في الاهميه في اطار طبعا مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 باذن الله تعالى. الناس قلقانه، انا من ضمن الناس اللي قلقانين جدا جدا على المنتخب الوطني بصراحه. اللي قلقنا شكل المنتخب، الامر واضح بالنسبه للجميع يعني مفيش اي مبالغه لو احنا قلنا ان المنتخب سيء جدا كاداء، سيء جدا 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 كمان مش جدا واحده يعني كاداء وحشين. كنتيجه الثلاث نقاط اهم في كل المباريات في المجموعه عشان توصل اول، فبالتالي تلعب النوك اوت اللي بيأهل على طول او المباراه المؤهله مباشره لكاس العالم باذن الله مباراتين ذهاب وعوده يعني. فبالمنظر ده احنا يعني مش ما عندناش ثقه كبيره جدا في ان احنا ممكن نشوف اداء جيد للمنتخب، لكن في نفس الوقت عندنا ثقه في جوده اللعيبه لان احنا عندنا لعيبه كويسه،
عندنا ثقة في ان باذن الله تعالى لاعبي المنتخب الوطني المصري بيظهروا في الاوقات الصعبة بالشكل المطلوب، هو ده اللي احنا واثقين فيه. في نفس الوقت ممكن ثقتنا مهتزة شوية في الجهاز الفني بسبب بعض النتائج على مدار الفترة اللي فاتت، بسبب ان مفيش اي تجمعات للمنتخب رغم ان بيبقى ليك فرص يعني، فما تعرفش بيبقى ايه السبب انك ما بيبقاش عندك تجمع. لكن كل حاجة لسه في ايد الجهاز الفني، في ايد الكابتن حسام البدري، يقدر يرجع الثقة عند الجمهور المصري في المنتخب، في اللعيبة دي، في الفرقة، في شكل المنتخب. عايزين نشوف شكل المنتخب. ممكن تلعب وحش، ممكن تبقى مجهد، بس الشكل، سيستم اللعب فين؟ مش موجود. هديك مثال، منتخب الجزائري كسب جيبوتي 8-0. هو طبعا منتخب الجزائري اقوى فريق او اقوى منتخب دلوقتي في القاره الافريقيه بقاله سنتين ثلاثه، الموضوع واضح للجميع يعني، امكانيات ايه ولاعيبه ايه وحاجه ممتازه يعني. لكن اللي عجبني ان هم حتى لو بيلعبوا جيبوتي فريق ضعيف جدا، بس ما بيهزروش، ما فيش هزار. اوعى القطر يا عم الحاج، هنكسب هنكسب بسكور، يجي لنا فرص نجيب جوان بنجيب. فانت هنا ايه جات لك رسائل او لكل المنتخبات الافريقيه ان المنتخب الجزائري ده اقوى منتخب، ده خلاص يعتبر من المتاهلين لكاس العالم لو فضل بالاداء ده يعني. فنتمنى ان احنا بكره باذن الله نبارك لبعض، اهم حاجه الثلاث نقاط، وتاني حاجه مهمه بالنسبه لنا الاداء عشان نطمن ونشيد كمان كل الاشاده باذن الله بالجهاز الفني واللعيبه في بعد مباراه النهارده امام الجابون اللي هتكون الساعه 9. بالتالي خلينا نشوف بعض الترندات اللي بتتعلق بمنتخب مصر وايه الكلام كان على ايه النهارده. محمد صلاح ده من يلا كره يقود هجوم منتخب مصر في التشكيل المتوقع لمواجهه الجابون. طبعا عوده محمد صلاح اضافه معنويه مهمه جدا جدا وامر ايجابي للمنتخب في هذه المباراه. فبيقولوا التشكيل المتوقع لمصر هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد توفيق باك رايت، احمد حجازي ومحمود حمدي الونش ان شاء الله يعملوا مباراه افضل من اللي فاتت كمساكين، ايمن اشرف باك ليفت مع انه بقاله فتره ما بيلعبهاش، عمر جابر هيكون في وسط الملعب مع حمدي فتحي وعمرو السوليه، وقدامهم صلاح ومجدي قفشه، والمهاجم هيكون محمد شريف ده طبقا لتوقع يلا كوره. خلينا كمان نروح في الجول واللي بيقولوا منتخب الفراعنه لم يعرف سوى الفوز على الجابون في الثلاث مواجهات السابقه. ان شاء الله الاهلي او ان شاء الله المنتخب يكون موفق في ان هو يكسب كمان في مباراه النهارده. دي كانت بعض يعني الاخبار عن المنتخب، والكل مترقب هذه المباراه ان شاء الله يكونوا موفقين ويفرحوا الشعب المصري من خلال انتصار، من خلال تقدر تقطع شوط كبير جدا في التصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله. بالتالي خلينا ناخد توقعات حضراتكم لمباراه اليوم طبقا لسؤال حلقه النهارده. فنبتدي بمحمد ابراهيم ضيف واللي قال ان شاء الله 2-1 لمنتخب مصر يا رب باذن الله. خلينا كمان ناخد محمد وزيري واللي قال 1-0 للمنتخب ان شاء الله يا مسهل يا رب. خلينا كمان ناخد اخر تعليقين، علي حسن اتوقع فوز مصر بصعوبه نظرا للاداء في الفتره الاخيره 1-0 ماشي. محمد ابراهيم ديف قال 2-1 لمنتخب مصر. دي كانت بعض توقعات حضراتكم لنتيجه مباراه اليوم ما بين المنتخب المصري والمنتخب الجابوني. يا رب باذن الله يكونوا موفقين النهارده، نتيجه اهم في كل الاحوال وبرده مهم بالنسبه لنا الاداء عشان نطمن على منتخبنا الوطني. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، سلام.